أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب التعليم الفني التجاري بالمدارس الثانوية التجارية نظام ال3 سنوات شعبة الشؤون القانونية وطلاب الصف الخامس الثانوي التجاري بالمدارس الثانوية المتقدمة شعبة الإدارة والتسويق وسوق المال في حلقة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية. منهج المحاسبة الحكومية منهج من المناهج المقررة على طلاب شعبة الشؤون القانونية بالصف الثالث وطلاب شعبة الإدارة والتسويق وسوق المال بالصف الخامس بالمدارس المتقدمة. منهج من المناهج المهمة اللي هنحاول خلال حلقتنا اليوم نتعرف على المحتوى الخاص بالمنهج والخطة الدراسية لدراسة منهج المحاسبة الحكومية. بتمنى إن شاء الله أن أنتم تستفيدوا من الحلقة اليوم وتتعرفوا على منهج المحاسبة الحكومية والموضوعات اللي هتتناولوها خلال العام الدراسي 2021-2022. بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وفي البداية حابب أن أنا أهنيكم على التفوق والنجاح في الفصل أو في العام الدراسي السابق بالنسبة لطلاب الشؤون القانونية في الصف الثاني، برحب بيهم طبعا بالصف الثالث شعبة الشؤون القانونية، وطلاب الصف الخامس الصف الرابع بنرحب بيهم طبعا في العام الدراسي الجديد بانتقالهم للصف الخامس. منهج المحاسبة الحكومية، المحاسبة الحكومية طبعا فرع من فروع علم المحاسبة المطبق في المؤسسات والمصالح الحكومية غير الهادفة للربح، أو يمكن القول بيطبق علم المحاسبة الحكومية بالجهات الحكومية الإدارية أو الجهات الإدارية الحكومية. المنهج الخاص بالمحاسبة الحكومية بيتكون من 4 أبواب. الباب الأول هنتكلم فيه عن الإطار العام للمحاسبة الحكومية، الباب الثاني بيتناول النظام المحاسبي الحكومي، الباب الثالث بيتناول الموازنة العامة للدولة، أما الباب الرابع فبيتناول العمليات أو التوجيه المحاسبي للعمليات الحكومية. يبقى منهج المحاسبة الحكومية بيتكون من 4 أبواب، نقولهم تاني. الباب الأول عنوانه الإطار العام للمحاسبة الحكومية، الباب الثاني عنوانه النظام المحاسبي الحكومي، الباب الثالث باب خاص بالموازنة العامة للدولة، الباب الرابع نتناول فيه التوجيه المحاسبي للعمليات الحكومية. تعالوا نشوف مع بعض أهم الموضوعات اللي هنتناولها في الإطار العام أو في باب الإطار العام للمحاسبة الحكومية. باب الإطار العام للمحاسبة الحكومية هنتعرف فيه على تعريف المحاسبة الحكومية ونطاق تطبيق المحاسبة الحكومية أو نطاق سريان المحاسبة الحكومية أو مجالات تطبيقها، والمقصود بها الوحدات الحكومية الإدارية أو الجهات الحكومية اللي بتطبق بها المحاسبة الحكومية. كذلك أيضا نتكلم عن أهداف المحاسبة الحكومية وأسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية والسمات الخاصة بالمحاسبة الحكومية وأوجه الاتفاق بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية وأوجه الاختلاف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية والعلاقة أيضا بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية. مجموعة موضوعات شيقة ومميزة هنتناولها في الباب الأول وهو الباب الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية. احنا هنحاول نستعرض محتوى المنهج ونتعرف على منهج المحاسبة الحكومية علشان طبعا نستفيد من دراسته ونعرف المجالات اللي احنا ممكن يطبق فيها علم المحاسبة الحكومية والجهات اللي بيطبق فيها علم المحاسبة الحكومية. مادة من المواد التخصصية اللي هتستفيدوا بها في الحياة العملية إن شاء الله بعد ما تنتهوا من دراسة دبلوم المدارس الثانوية التجارية سواء 3 سنوات أو 5 سنوات وتنتقلوا للعمل في سوق العمل. تعالوا نشوف مع بعض ونتعرف على إيه المقصود بالمحاسبة الحكومية وأهدافها وسماتها وفقا لنص المادة الثانية من القانون 127 لسنة 1981. طبعا احنا ملتزمين بتعريف المادة الثانية من القانون 127
لسنة 1981 اللي بيعرف المحاسبة الحكومية إنها القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيرتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات بحيث تعطي صورة حقيقية لها. يبقى المادة الثانية من القانون 127 لسنة 1981 عرفت لي المحاسبة الحكومية إنها قواعد بتلتزم بها الجهات الإدارية. يبقى أنه جهات إدارية؟ الجهات الإدارية الحكومية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة. طب إيه الموازنة العامة للدولة؟ الموازنة العامة للدولة دي عبارة عن بيان تقديري بمفصل بمصروفات وإيرادات الدولة عن سنة مالية مقبلة بيتم اعتماده من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب. يبقى المحاسبة الحكومية في المادة الثانية من القانون 127 لسنة 1981 وضعت المادة الثانية تعريف للمحاسبة الحكومية بأنها قواعد بتلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة. إيه هي الموازنة العامة للدولة؟ قلنا الموازنة العامة للدولة هي عبارة عن بيان تقديري، يعني بتبقى بيانات مقدرة لمصروفات وإيرادات الدولة عن سنة مالية مقبلة، بتسمى طبعا السنة المالية، وبيعتمد هذا البيان اللي هو الموازنة العامة للدولة من السلطة التشريعية المتمثلة طبعا في مصر في مجلس الشعب. عايز أقول بس أعزائي الطلاب إن المحاسبة الحكومية دي بتختلف القوانين والتشريعات اللي بتحكمها من دولة لدولة، واحنا طبعا عشان بنتكلم عن المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية فبنستند للقانون 127 سنة 1981 والقانون اللي بينظم أو بيتضمن القواعد اللي هتلتزم بها جميع الجهات الحكومية والإدارية عند تطبيق أو القيام بالعمل المحاسبي داخل هذه الوحدات الإدارية. يبقى المحاسبة المطبقة داخل الوحدات الحكومية الإدارية هي المحاسبة الحكومية وبيحكمها قانون في أي دولة، لكن في مصر بيحكمها القانون 127 لسنة 1981. نرجع تاني لتعريف المحاسبة الحكومية. زي ما قلنا هي قواعد بتلتزم بها الجهات الإدارية الحكومية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة اللي عرفناها بأنها بيان تقديري مفصل بمصروفات وإيرادات الدولة عن سنة مالية مقبلة، بيعتمد هذا البيان من السلطة التشريعية. طيب وبعدين في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيرتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية اللي بتجريها طبعا الوحدات الحكومية الإدارية وقواعد الرقابة المالية، طبعا لأن هدف أساسي من أهداف المحاسبة المالية المحاسبة الحكومية هو الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي، بده هدف من أهداف المحاسبة الحكومية، وبالتالي هناك قواعد بيتم في ضوءها الرقابة المالية قبل صرف الأموال والرقابة داخلية أيضا داخل الوحدات الحكومية الإدارية لهذه الأموال، وكذلك إظهار وتحليل النتائج اللي بتعبر عنها طبعا المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات اللي هي طبعا الجهات الحكومية الإدارية بحيث تعطي صورة حقيقية لهذه طبعا القوائم المالية والحسابات الختامية. يبقى ده تعريف المحاسبة الحكومية اللي هنلتزم به، وهي القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيرتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات طبعا الجهات الحكومية الإدارية بحيث تعطي صورة حقيقية لها أو لهذه القوائم والمراكز المالية. إيه هي أهداف أو نطاق سريان أو مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية؟ لو أمعنا الفحص في التعريف السابق هنجد أن المحاسبة الحكومية بتطبق في الوحدات الحكومية الإدارية، لكن القانون 127 لسنة 1981 حدد لي نطاق سريان تطبيق الحكومية هو إداري للدولة
الحكومات لازم كذا قرب لصرف الأموال من الوحدات الحكومية الإدارية ونظم الضبط الداخلي اللي هو الرقابة الداخلية داخل الجهات نفسها لأموال الجهات أو الأموال اللي بتديرها هذه الجهات الحكومية، سواء كانت هذه الأموال في شكل إيرادا أو أصولا، يعني ممتلكات بتمتلكها الوحدات الحكومية الإدارية أو ممتلكات للدولة أو حقوقا لأصحاب الحقوق. 5 توفير البيانات ثلاث أسس لقياس النتائج في المحاسبة بشكل عام. عندنا 3 أسس لقياس النتائج في المحاسبة بشكل عام. عندنا طبعا الأساس النقدي، احنا درسنا قبل كده مقرر المحاسبة المالية وعارفين ان المحاسبة المالية طبعا بتتبع أساس مهم جدا وهو أساس الاستحقاق اللي في ضوءه بيتم جرد المصروفات والإيرادات في نهاية السنة المالية. المحاسبة الحكومية أيضا بيحكمها أساس من هذه الأسس، لكن تعالوا هنسترجع مع بعض بشكل سريع أسس قياس النتائج في علم المحاسبة بشكل عام. عندنا 3 أسس زي ما احنا عارفين، الأساس الأول وهو الأساس النقدي، والأساس الثاني هو أساس الاستحقاق، وزي ما أوضحنا ده مطبق في المحاسبة المالية، والأساس الثالث وهو الأساس المشترك أو المعدل أو المختلط. الأساس المشترك أو المعدل أو المختلط دي كلها مسميات لأساس يسمى الأساس النقدي المشترك أو الأساس النقدي المعدل أو الأساس النقدي المختلط. طيب المحاسبة الحكومية زي ما المحاسبة المالية بتتبع الأساس الاستحقاق، المحاسبة الحكومية بتتبع الأساس النقدي، وده طبعا وفقا أو طبقا لنص المادة 5 من القانون 127 لسنة 1981. ده معناه إيه؟ أن القانون أو اللي بيحكم العمل المحاسبي الحكومي داخل الوحدات الحكومية الإدارية اللي هو القانون 127
لسنة 1981 في المادة الخامسة منه حدد الأساس النقدي كأساس معتمد لقياس النتائج في الوحدات الحكومية الإدارية. ده معناه ان احنا لو رحنا اي دولة تانية ممكن نلاقي القانون في هذه الدولة، يعني لو رحنا دولة غير جمهورية مصر العربية طبعا عندها محاسبة طبعا بتطبق في الوحدات الحكومية، عندها الوحدات الحكومية الإدارية، وبالتالي هنجد ان هناك قانون بيحكم العمل زي القانون اللي احنا اوضحناه اللي هو القانون 127 سنة 1980 بيحكم العمل داخل هذه المؤسسات الحكومية بالدولة اللي هي غير جمهورية مصر العربية. طيب في الحالة دي هيكون عندهم قانون، ممكن القانون عندهم يحدد أساس الاستحقاق، وممكن يحدد الأساس النقدي، وممكن يحدد الأساس المعدل أو المختلط أو المشترك كأساس لقياس النتائج في الوحدات الحكومية الإدارية. يبقى مش شرط احنا في مصر بنتبع الأساس النقدي، لكن ممكن في أي دولة من الدول الأخرى ممكن نتبع أساس آخر غير الأساس، أو تكون بتتبع هذه الدولة أساس غير الأساس النقدي وفقا للقانون اللي بيحكم العمل المحاسبي الحكومي داخل هذه الدولة. دي نقطة ناخد بالنا منها، لأن احنا مرتبطين في المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية بالقانون 127 لسنة 1981. وطبعا المحاسبة الحكومية دي بتختلف زي ما أوضحنا، القوانين بتاعتها وتشريعاتها بتختلف من دولة لدولة. طيب تعالوا بقى نرجع بقى لأسس قياس النتائج. قلنا عندنا ثلاث أسس لقياس النتائج. الأساس الأول اللي هو الأساس النقدي، وأوضحنا طبعا أن هذا الأساس هو الأساس المطبق في الوحدات الحكومية الإدارية، ودي طبعا وفقا لنص المادة الخامسة من القانون 127 لسنة 1981. طب إيه الأساس النقدي بيقول إيه؟ بيقول لك طبعا أن احنا بيتم تحميل السنة المالية أو الفترة المالية بالإيرادات التي تم تحصيلها فعلا، يعني لازم تكون هذه الإيرادات حصلت نقدا علشان تسجل داخل الدفاتر المحاسبية. طيب بصرف النظر بقى إذا كانت هذه الإيرادات تخص نفس الفترة ولا تخص فترات سابقة أو لاحقة، بمعنى إحنا دلوقتي مثلا حصلنا إيراد هنقوم بعمله في السنة التالية، أو حصلنا إيراد عن أعمال تم تأديتها في العام السابق، يبقى يتم اعتبارها إيراد في العام الحالي وفقا للأساس النقدي. يبقى الإيراد لو تم تنفيذه أو تنفيذ الأعمال المرتبطة به في نفس السنة ولم يحصل لا يعتبر إيراد في نفس السنة، ده طبقا للأساس النقدي. طيب لو حصل في أي سنة من السنوات هذا الإيراد يعتبر إيراد ويسجل في الدفاتر حتى ولو لم يتحقق هذا الإيراد، يعني الوحدة الحكومية ما قامتش بتنفيذ الأعمال اللي بناء عليها هتحصل على الإيراد. يبقى العبرة هنا بتحصيل الإيراد أو سداد المصروف وليس بتأدية مقابل الإيراد أو مقابل المصروف. يبقى طبقا للأساس النقدي هنحمل السنة المالية بالإيرادات اللي تم تحصيلها فعلا، بغض النظر بقى أو بصرف النظر إذا كانت الإيرادات دي تم تنفيذها خلال العام الحالي أو هيتم تنفيذها في عام تالي أو تم تنفيذها في أعوام سابقة، وبالتالي هيكون إيراد في نفس السنة اللي حصل فيها نقد. نفس الفكرة بالنسبة للمصروفات، أي مبالغ تسددها نقدا تعتبر اللي هي طبعا الوحدة الحكومية الإدارية تعتبر مصروف حتى لو المنشأة أو الوحدة الحكومية الإدارية ما استفادتش من هذا المصروف خلال العام الحالي، طالما تم سداده في العام الحالي يعتبر مصروف في نفس العام ولا يخص سنوات سابقة أو تالية، حتى ولو كان يخصها فعلا أو تم تحقيقه في سنوات سابقة أو هيتم تحقيقه في سنوات مالية لاحقة. طبقا لهذا الأساس طبعا المادة الخامسة من القانون 127 لسنة 1981 أقرت الأساس النقدي كأساس لقياس النتائج في المحاسبة الحكومية. ناخد بالنا لأن بيجي لي في أسئلة كتير سؤال على الأساس النقدي أو الأساس المطبق في المحاسبة الحكومية. طبعا أقول له أنا عندي طبعا ثلاث أسس لقياس النتائج في المحاسبة بشكل عام، الأساس النقدي وأساس الاستحقاق والأساس المعدل أو المشترك أو المختلط، لكن الأساس المطبق في المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية هو الأساس النقدي، وده طبعا طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1981. الأساس الثاني هو أساس الاستحقاق، وطبعا طبقا لهذا الأساس بنحمل السنة المالية أو الفترة المالية بالإيرادات والمصروفات التي تحققت خلال نفس الفترة بغض النظر إحنا سددنا المصروف أو حصلنا الإيراد. يبقى العبرة هنا بتأدية
الخدمة، يعني أدينا الخدمة مقابل المصروف، أو حصلنا على الخدمة حصلنا على الخدمة مقابل المصروف، أو أدينا الخدمة اللي هي مقابل الإيراد، يبقى كده على طول طبقا لأساس الاستحقاق. طالما إن هذا العمل تم تأديته في نفس السنة المالية يعتبر إيراد أو مصروف، المقابل بتاعه طبعا مقابل الخدمات اللي بتحصل عليها الوحدة الحكومية هيكون مصروف، ومقابل الخدمات اللي بتأديه الوحدة الحكومية الغير هيكون إيراد، طالما إن تم تأدية الأعمال في نفس السنة. لو كان إيراد يعتبر، لو كان أعمال مؤدة للوحدة الحكومية، يبقى في الحالة ديت المقابل اللي هتدفعه الوحدة الحكومية هيبقى مصروف حتى لو ما دفعتوش. يعني تبقى الأساس استحقاق، أنا ماليش دعوة أنت سددت ما سددتش، مش مشكلة، أهم حاجة تكون حصلت على الخدمة أو أديت الخدمة للغير، وبالتالي يعتبر إيراد أو يعتبر مصروف، وده طبعا طبقا لأساس الاستحقاق. وزي ما احنا عارفين ده الأساس المطبق في المحاسبة المالية، وفي كده في اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية، إن المحاسبة المالية بتتبع الأساس أو أساس الاستحقاق، أما المحاسبة الحكومية فبتتبع الأساس النقدي. الأساس الثالث طبعا هو الأساس النقدي المشترك، أو بيسمى الأساس المشترك أو الأساس المعدل أو أساس أو الأساس المختلط. طبعا طبقا لهذا الأساس طبعا بيتم تطبيق الأساس النقدي على كافة الإيرادات، يبقى أي إيراد من الإيرادات اللي هتحصلها الوحدة الحكومية الأساس فيه أساس نقدي، لازم تكون حصلت فعلا، حصلت نقدا فعلا، وبالتالي يعتبر إيراد. ما حصلتش يبقى ما يعتبرش إيراد حتى لو كانت أدت الخدمات للغير. نيجي بقى للمصروفات، نجد ايه؟ ان المصروفات بيطبق على بعض المصروفات في الوحدات الحكومية الإدارية أساس الاستحقاق، وبعض المصروفات الأخرى بيطبق عليها الأساس النقدي. عشان كده بنجد ان الأساس المشترك أو المعدل المختلط أخذ بعض المميزات الخاصة بالأساس النقدي وبعض المميزات الخاصة بأساس الاستحقاق، وبالتالي الأساس النقدي هنقول تاني ونوضح ان هو وفقا للإيرادات أو كل الإيرادات بيطبق على كافة الإيه؟ على كافة الإيرادات الأساس النقدي، يبقى الأساس النقدي بيطبق في على كافة الإيرادات، بينما المصروفات بنطبق على بعض المصروفات أساس الاستحقاق وبعض المصروفات الأخرى الأساس النقدي، وده طبعا كده يبقى الأساس المشترك أو المعدل أو المختلط اللي هو واخد بعض المميزات من أساس الاستحقاق وبعض المميزات من الأساس النقدي. دي طبعا أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية بشكل عام أو في المحاسبة بشكل عام. أخد بالي أنا عندي ثلاث أسس لقياس النتائج، الأساس الأول طبعا هو الأساس النقدي، الأساس الثاني هو أساس الاستحقاق، الأساس الثالث هو الأساس المشترك أو المعدل أو المختلط. وناخد بالنا أن الأساس النقدي هو الأساس المطبق في الوحدات الحكومية الإدارية، كذلك أساس الاستحقاق هو الأساس المطبق في المحاسبة المالية أو في الوحدات الهادفة للربح، والأساس المعدل المختلط أو المشترك مطبق أيضا في المحاسبة الحكومية ولكن في دول أخرى غير مصر. يبقى أنا لو جالي سؤال في على حول الأسس، أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية، أقول له طبعا الأساس المطبق طبقا لنص المادة الخامسة من القانون 127 سنة 1981 هو الأساس النقدي، ده الأساس المعتمد والمطبق في الوحدات الحكومية الإدارية. إنما الأساس المطبق في المحاسبة المالية هو أساس الاستحقاق، وأظن كده اتضح إن احنا عندنا وجه اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. المحاسبة الحكومية بتتميز بمجموعة من الخصائص أو السمات، في خصائص بتميز المحاسبة الحكومية عن غيرها من فروع علم المحاسبة. تعالوا نشوف مع بعض أهم سمات أو خصائص المحاسبة الحكومية. أول خاصية عندنا طبعا زي ما أوضحنا أن المحاسبة الحكومية بتتبع الأساس النقدي، المحاسبة الحكومية بتتبع الأساس النقدي. اتنين، أن الوحدات الحكومية في الغالب بتكون معفاة من الضرائب، الوحدات الحكومية أو الوحدات الحكومية الإدارية اللي بيطبق فيها طبعا المحاسبة الحكومية بتكون معفاة من الضرائب. تلاتة، عدم إعداد حسابات النتيجة، في ظل المحاسبة الحكومية طبعا ما عندناش حسابات نتيجة اللي هي طبعا حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر أو قائمة الدخل، أنا ما عنديش أصلا هدف من أهداف المحاسبة الحكومية الربح، لأن الوحدات الحكومية
الإدارية غير هادفة للربح، وبالتالي مش هحتاج إن أنا أعد حسابات النتيجة زي مثلا في الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح، أو الشركات والمؤسسات الهادفة للربح اللي بتطبق المحاسبة المالية وبتضطر إنها تعد طبعا وفقا لأهداف المحاسبة المالية، إنها تعد حسابات النتيجة اللي هي طبعا إما متاجرة وأرباح وخسائر، أو إنها تعد قائمة الدخل في المحاسبة الحكومية. مفيش حاجة لإعداد حسابات النتيجة. يبقى أنا من سمات المحاسبة الحكومية إن بيتم اتباع الأساس النقدي، وده على عكس طبعا المحاسبة المالية إن الوحدات الحكومية الإدارية بتكون موفاة طبعا من الضرائب، إن ما بيتمش إعداد حسابات للنتيجة زي ما أوضحنا، قائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر وكذلك حساب المتاجرة. أربعة، ما بيتمش تكوين أو حساب إهلاك للأصول الثابتة. الوحدات الحكومية الإدارية لا تقوم بتكوين إهلاكات للأصول الثابتة كما هو متبع طبعا في المحاسبة المالية. كذلك في النقطة رقم 5، ما بيتمش تكوين ولا احتياطات ولا مخصصات في ظل المحاسبة الحكومية، لا حاجة إلى تكوين الاحتياطات والمخصصات. كذلك أيضا إن المحاسبة الحكومية من سماتها طبعا زي ما أوضحنا إنها بتلتزم بالقواعد والقوانين واللوائح والتشريعات عند تقييم الأداء. زي ما أوضحنا قلنا إن المحاسبة الحكومية ممكن تختلف من دولة لدولة طبقا لقانون هذه الدولة، وطبعا ده بيميز المحاسبة الحكومية عن غيرها من فروع علم المحاسبة، لأن كل دولة لها تشريعاتها ولها قوانينها ولها دستورها اللي بيتم في ضوءه التحاسب، أو بيتم في ضوءه إصدار القوانين الخاصة اللي بتنظم العمل المحاسبي الحكومي داخل هذه الدولة. واحنا عندنا طبعا في جمهورية مصر العربية عندنا القانون 127 لسنة 1981، واللي بينظم العمل المحاسبي داخل الوحدات الحكومية الإدارية. عندنا طبعا نقطة كمان بتمثل سمة من سمات المحاسبة الحكومية، وهي ما بيتمش التفرقة بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية. يعني في ظل المحاسبة الحكومية ما فيش فرق بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية. لكن تعالوا نركز مع بعض أعزائي الطلاب، إيه هي المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية؟ المصروفات الإيرادية دي المصروفات اللي بتنفقها الوحدة الحكومية أو الوحدة الاقتصادية سيان مش فارقة في سبيل الحصول على الإيراد، زي أجور ومرتبات العاملين، زي مصاريف الكهرباء ومصاريف المياه، دي كلها مصاريف إيرادية بتنفق أو بتنفقها الوحدة الحكومية في سبيل الحصول على إيرادات. طيب أمال إيه المصروفات الرأسمالية؟ المصروفات الرأسمالية دي بتنفق على الأصول الثابتة. المصروفات الرأسمالية بتنفق على الأصول الثابتة زي الآلات والسيارات والعدد والأدوات والأراضي والمباني. هذه المصروفات بتنفق على هذه الأصول فتؤدي إلى زيادة قيمتها. يعني مثلا عندنا قطعة أرض أنشأنا عليها مبنى، أو عندنا مبنى موجود في قطعة أرض أدخلنا عليه تصليحات، مثلا عملنا مثلا له مثلا ركبنا له بيبان جديدة، شبابيك جديدة، مثلا غيرنا سيراميك الأرضيات بتاعة المبنى، صرفنا عليه مبالغ من المال. هذه المبالغ لا تعتبر مصروفا إراديا يحمل زي ما في المحاسبة المالية في قائمة الدخل، ولكن يضاف على قيمة المبنى نفسه، يعني بيؤدي لزيادة قيمة المبنى. وبالتالي في المحاسبة المالية احنا بنفرق بين مصروف الإيجار والمصروفات التي تنفق على الأصول الثابتة فتؤدي إلى زيادة قيمة هذه الأصول، أو تؤدي إلى زيادة كفاءة هذه الأصول، أو تؤدي إلى زيادة طاقتها الإنتاجية. مثلا يعني أدخلنا تعديلات مثلا على آلة، صرفنا مبلغ من المال على آلة من الآلات الموجودة في مصنع أو في الشركة، فطبعا اللي حصل الكفاءة بتاعة الآلة زادت، ما بقتش تخرج منتجات فيها عيوب كتير، أو إن بدأت تنتج وحدات إنتاجية أكتر من سابق قبل ما ندخل على هذه الإصلاحات أو التعديلات. فالمصروف أو المبلغ اللي احنا انفقناه في الحالة دي هيسمى إيه؟ هيسمى مصروف رأس مالي يضاف لقيمة الآلة. يعني ببساطة لما أجي أسجله في الدفاتر المحاسبية هقول من حساب الآلات، مش هقول من حساب مصروف مثلا أنفق على الآلة. على عكس طبعا المصروفات اللي هي زي مصروف الإيجار والكهرباء والمياه، لما أجي أسجله في الدفاتر أقول من حساب المصروف. ليه سجلت ده كده؟ لأن ده مصروف إيرادي اللي هو مصروف الإيجار ومصروف المرتبات والمياه. ليه سجلت المصروفات الرأسمالية باسم الأصل يعني الآلة أو المبنى؟ يعني شوف أنا جبت مثلا غيرت السيراميك بتاع الأرضيات في المبنى فصرفت مثلا 10,000 جنيه، لما أجي أسجل المبلغ دوت ده مصروف رأسمالي، أروح قايل من حساب المباني
طب انا ما اشتريتش مبنى جديد، ما فيش مشكلة، لكن المصروف الرأسمالي بيحمل على قيمة الأصل الثابت، وده الفرق بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي. في ظل المحاسبة الحكومية ما بنفرقش بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي، لكن طبعا في المحاسبة المالية بنفرق بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي. دي كانت أهم الفروق بين المحاسبة، أو أهم السمات الخاصة بالمحاسبة الحكومية. زي ما قلنا أول حاجة عندنا اللي هي اتباع الأساس النقدي، 2 الإعفاء من الضرائب، 3 عدم إعداد حسابات النتيجة، 4 عدم حساب إهلاك الأصول الثابتة، 5 عدم تكوين الاحتياطات والمخصصات، 6 الالتزام بالقواعد القانونية واللوائح والتشريعات عند تقييم الأداء. زي ما وضحنا القانون 127 لسنة 1981 اللي بينظم العمل المحاسبي الحكومي داخل الوحدات الحكومية الإدارية. عندنا أيضا في ظل المحاسبة الحكومية ما بينفرقش أو لا يتم التفرقة بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية. دي أهم السمات العامة للمحاسبة الحكومية. عندنا أوجه اتفاق أو شبه بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي أوجه الشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية، أو أوجه الاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. المحاسبة المالية بتتفق مع المحاسبة الحكومية في عدد من النقاط. أول هذه النقاط اللي هي نظرية القيد المزدوج. طبعا احنا عارفين نظرية القيد المزدوج أو قاعدة القيد المزدوج اللي بتقول لي إن كل عملية مالية لها طرفان، طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ. بيتم تسجيل العمليات المالية الحكومية داخل دفاتر اليومية الحكومية وفقا لقاعدة القيد أو نظرية القيد المزدوج، كما يتم ذلك أيضا في المحاسبة المالية. في المحاسبة المالية بنطبق قاعدة القيد المزدوج اللي بتقول إن كل عملية مالية لها طرفان، طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ، هي نفسها القاعدة اللي بيتم تطبيقها في المحاسبة الحكومية عند تسجيل العمليات المالية الحكومية في دفاتر اليومية. 2 الأسلوب المحاسبي. الأسلوب المحاسبي طبعا بيتم تسجيل العمليات المالية في كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وفقا لأسلوب واحد تقريبا. طبعا بنسجل عمليات في دفتر يومية وبنبوب هذه العمليات وبنرحلها، أو الحسابات بنبوب الحسابات وبنرحلها لدفاتر الأستاذ، وبعدين بنستخرج النتائج في شكل قوائم مالية. طبعا القوائم المالية بتختلف من المحاسبة المالية عن المحاسبة الحكومية، لكن طبعا إجراءات أو الأسلوب المحاسبي المتبع في المحاسبة المالية بيكاد يكون هو نفس الأسلوب المتبع في المحاسبة الحكومية. احنا بنسجل عمليات في دفتر يومية أيضا في ده في المحاسبة المالية. في المحاسبة الحكومية بنفس الطريقة بنسجل عمليات في دفتر اليومية، بنرحل العمليات من دفتر يومية لدفتر الأستاذ، بيتم أيضا ذلك في المحاسبة الحكومية، ترحيل عمليات من دفتر اليومية لدفتر الأستاذ، ثم استخراج النتائج طبعا اللي بتختلف من المحاسبة المالية عن المحاسبة الحكومية نظرا لاختلاف الهدف أو اختلاف أهداف المحاسبة المالية عن المحاسبة الحكومية. عندنا نقطة اتفاق أخرى أو نقطة شبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية، وهي الوحدة الزمنية. والمقصود طبعا بالوحدة الزمنية السنة المالية. السنة المالية في كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية 12 شهر ميلادي. يبقى كده الوحدة الزمنية في المحاسبة المالية هي نفسها الوحدة الزمنية في المحاسبة الحكومية. في المحاسبة المالية السنة المالية بتبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 من نفس السنة، ولكن في المحاسبة الحكومية السنة المالية 12 شهر أيضا، ولكن بتبدأ في 1/7 من العام الحالي يعني 2021 وتنتهي 30/6 من العام التالي اللي هو 2022. يبقى رغم أن عدد شهور السنة المالية في الحكومة أو في المحاسبة الحكومية هي نفسها عدد الشهور السنة المالية في المحاسبة المالية، إلا أن الاختلاف أن السنة المالية في المحاسبة المالية بتبدأ في الغالب في 1/1 وتنتهي في 31/12 من نفس السنة. يعني السنة المالية مثلا لعام 2021 اللي هو 2021 في الشركات والقطاع الخاص بتبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 من نفس العام اللي هو 2021 أو 2021.
لكن في المحاسبة الحكومية هتبدأ السنة المالية السنة دي 2021، يعني هتبدأ في 1/7/2021، هتنتهي 30/6 من العام التالي اللي هو هيكون 2022. يبقى أنا عندي السنة المالية في المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية 12 شهر، يبقى في اتفاق ان الوحدة الزمنية في المحاسبة المالية وفي المحاسبة الحكومية 12 شهر، مع اختلاف طبعا بداية السنة ونهايتها في كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. قلنا السنة المالية في المحاسبة المالية بتبدأ في 1/1، يعني في بداية شهر يناير من كل سنة، وتنتهي في شهر ديسمبر اللي هو 31 ديسمبر من نفس السنة. أما السنة المالية في المحاسبة الحكومية بتبدأ طبعا في 1/7، يعني 1 يوليو من العام الحالي، وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي. ولكن عدد شهور السنة المالية في المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية بتكون 12 شهر، يعني بيتفقوا في الوحدة الزمنية. النقطة الاتفاق الأخرى وهي وحدة القياس. طبعا زي ما احنا عارفين أعزائي الطلاب أن وحدة القياس في كل من المحاسبة المالية هي النقود، يعني في كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية هي النقود، يعني نقيس أي ممتلكات أو مصروفات أو إيرادات، أي القياس وحدة القياس بتاعتها إيه؟ النقود. كذلك في المحاسبة المالية وكذلك في المحاسبة الحكومية، الاثنين سواء المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية يتفقوا على وحدة القياس اللي هي النقود. المصطلحات المحاسبية طبعا جرى العرف المحاسبي ان بيتم توحيد المصطلحات المحاسبية المستخدمة في كل من المحاسبة الحكومية وكذلك المحاسبة المالية. يبقى أنا عندي 5 نقاط للاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. قلنا الاتفاق في نظرية القيد المزدوج وفي الأسلوب المحاسبي والوحدة الزمنية ووحدة القياس وكذلك في المصطلحات المحاسبية. على الرغم من أوجه الاتفاق أو أوجه الشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية، إلا أن هناك اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. يعني نيجي أول نقطة، مثلا إيه الهدف من المحاسبة المالية والهدف من المحاسبة الحكومية. طبعا الهدف من المحاسبة المالية بالدرجة الأولى طبعا زي ما احنا عارفين قياس نتائج الأعمال من ربح أو خسارة. يعني المحاسبة المالية بتطبق في المنشآت أو الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح، تمام. يبقى الهدف من المحاسبة المالية هي قياس نتائج الأعمال من ربح أو خسارة. أما في الوحدات الحكومية أو المحاسبة الحكومية فبتهدف إلى قياس الأداء الحكومي. طبعا قلنا في 5 أهداف للمحاسبة الحكومية، لكن احنا بنتكلم عن الهدف العام للمحاسبة الحكومية هو قياس الأداء الحكومي. يبقى من حيث الهدف، لو قال لي قارن مثلا بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية أو عايز أقارن بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية، هقول من حيث الهدف المحاسبة المالية بتهدف إلى قياس النتائج أو نتائج أعمال المنشأة أو الوحدة الاقتصادية من ربح أو خسارة. أما المحاسبة الحكومية فبتهدف إلى قياس الأداء الحكومي. 2 أسس القياس اللي هي أسس قياس النتائج. في المحاسبة المالية بيتم اتباع أساس الاستحقاق، أما في المحاسبة الحكومية فبيتم اتباع الأساس النقدي، زي ما أوضحنا أن المادة 107 المادة 5 في القانون 127 لسنة 1981 حددت الأساس النقدي كأساس لقياس النتائج في المحاسبة الحكومية. وبالتالي هناك كده اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية، أن الأساس المطبق في المحاسبة المالية هو أساس الاستحقاق، بينما الأساس المطبق في المحاسبة الحكومية هو الأساس النقدي. 3 إهلاك الأصول الثابتة. زي ما أوضحنا في السمات الخاصة بالمحاسبة الحكومية إن ما بيتمش احتساب إهلاك للأصول الثابتة في الوحدات الحكومية، وده طبعا على عكس المحاسبة المالية اللي بتأخذ بمبدأ احتساب الإهلاك وبتقوم بحساب إهلاك للأصول الثابتة. يبقى الوحدات الاقتصادية أو المنشآت الاقتصادية اللي بتطبق المحاسبة المالية بتأخذ بمبدأ احتساب الإهلاك أو بتحسب إهلاك للأصول الثابتة، أما الوحدات الحكومية الإدارية لا تأخذ بمبدأ احتساب أو حساب إهلاك للأصول الثابتة. عندنا نقطة أخرى وهي الإجراءات المحاسبية. طبعا الإجراءات المحاسبية في كافة الوحدات الحكومية على مستوى الجمهورية بتكون موحدة، يعني الإدارة التعليمية مثلا
في القاهرة، الإدارة التعليمية في القاهرة أو مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتطبق نفس الإيه الإجراءات المحاسبية اللي بتطبقها مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية. كل الوحدات الحكومية على مستوى الجمهورية بتطبق نفس الإجراءات المحاسبية، لأن بيحكمها قانون واحد وبينظم عملها لوائح واحدة وتعليمات واحدة. إنما في المحاسبة المالية طبعا بتختلف بقى بعض المنشآت الإجراءات المحاسبية من منشأة لأخرى. يعني ممكن نلاقي مثلا على سبيل المثال منشأة مثلا بتطبق طريقة القسط الثابت مثلا لإهلاك مثلا السيارات، منشأة تانية بتستخدم طريقة القسط المتناقص وهكذا. يبقى هنا الإجراءات المحاسبية مش هتكون موحدة في كافة الوحدات الحكومية، في كافة الوحدات المحاسبية غير الحكومية. يعني الوحدات اللي بيطبق فيها المحاسبة المالية اللي هي طبعا الوحدات الهادفة للربح ما بتتبعش نفس الإجراءات المحاسبية، وده طبعا على عكس الوحدات الحكومية الإدارية اللي بتتبع نفس الإجراءات المحاسبية، لأنها طبعا بيحكمها قانون واحد وهو القانون 127 سنة 1981 واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل هذه الوحدات الحكومية. النقطة رقم 5 المخصصات والاحتياطات. وطبعا طبقا لسياسة الحيطة والحذر بتأخذ المحاسبة المالية طبعا باحتساب مخصصات أو احتياطات للخسائر المحتملة. يبقى المحاسبة المالية في ظل المحاسبة المالية بيتم تكوين مخصصات لمقابلة الخسائر المحتملة زي مخصص ديون مشكوك فيها، مخصص الأجر وكذا، وكذلك بيتم احتياطات زي الاحتياط الرأسمالي وكافة الاحتياطات اللي فرضها القانون مثلا على شركات المساهمة. أما في الوحدات الحكومية الإدارية لا يتم احتساب مخصصات أو احتياطات. يبقى بالنسبة للمخصصات والاحتياطات في ظل المحاسبة المالية بيتم تكوين المخصصات واحتياطات، أما في المحاسبة المالية لا يتم تكوين مخصصات أو احتياطات. ودي تعتبر نقطة اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. دي أهم نقاط الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. عندنا أيضا طبعا زي ما أوضحنا أن أنواع المصروفات، قلنا في ظل المحاسبة المالية بيتم التفرقة بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية. يبقى المحاسبة المالية زي ما أوضحنا بتفرق بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية، أما المحاسبة الحكومية ما بتفرقش بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية. أظن احنا اتناولنا الجزئية الخاصة بالمصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية وأوضحنا ايه الفرق بين المصروف الإيرادي زي ما ضربنا مثال مثلا قلنا زي مصروف الكهرباء ومصروف المياه ومصروف الإنارة، ودي كلها طبعا مصروفات بتنفق أو بتنفقها المنشأة أو الوحدة الاقتصادية أو الوحدة الحكومية في سبيل الحصول على الإيراد. المصروفات الرأسمالية دي بتنفق على الأصول الثابتة، فطبعا بتؤدي إلى زيادة طاقتها الاقتصادية أو عمرها الإنتاجي أو كفائتها، وبالتالي تعتبر جزء من قيمة هذا الأصل. وفي ظل المحاسبة الحكومية ما بنفرقش طبعا بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية. نقطة مهمة جدا وهي القوائم والموازنات. لما بنيجي نعد الموازنات العامة أو الموازنة العامة للدولة بنقدر المصروفات أو الاستخدامات الأول، ثم بعد ذلك بنقدر الموارد. يبقى دي نقطة مهمة إن في ظل المحاسبة الحكومية لما نيجي نعد الموازنة العامة للدولة بنقدر الإيه؟ بنقدر يتم تقدير، لأن قلنا الموازنة العامة للدولة هي بيان تقديري مفصل باستخدامات وموارد الدولة عن سنة مالية مقبلة. فلما بنيجي نقدر أو نعد الموازنة العامة للدولة بنقدر إيه؟ بيتم تقدير الموارد الأول، ثم بعد كده بيتم تقدير الاستخدامات الأول يعني المصروفات، ثم بعد كده يتم تقدير الموارد. أما طبعا في الوحدات الاقتصادية طبعا بيتم اللي بتطبق طبعا المحاسبة المالية بيتم إعداد الموازنات التقديرية، طبعا بيتم تقدير الإيراد إيراد المبيعات الأول، ثم بعد ذلك بيتم تقدير المصروفات المقابلة لهذا الإيراد. يبقى الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية عند إعداد الموازنات التقديرية، طبعا لأن الموازنة العامة للدولة تعتبر موازنة تقديرية، بيتم في المحاسبة الحكومية عند إعداد الموازنة العامة للدولة بيتم تقدير الاستخدامات يعني المصروفات الأول، ثم بعد كده يتم تقدير الموارد اللي هتقابل هذه الاستخدامات أو هتكون مصدر لتمويل الاستخدامات والمصروفات.
طبعا ده على العكس في المنشآت الاقتصادية أو اللي بتطبق المحاسبة المالية اللي بيتم عند تقدير الموازنات الخاصة بها، وخاصة موازنة إيراد المبيعات بيتم طبعا تقدير الإيرادات الأول، إيراد المبيعات الأول، ثم بعد ذلك يتم تقدير المصروفات المقابلة لهذا الإيراد. دول أهم النقاط أعزائي الطلاب، أو من نقاط الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. عندنا طبعا اتفاق بين أو في اتفاق بين المحاسبة المالية، زي ما أوضحنا في نقاط الاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية، هناك أيضا عندنا نقاط اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. في فرع آخر من فروع علم المحاسبة وهو المحاسبة القومية، وطبعا زي ما احنا عارفين المحاسبة القومية بتهتم بالخطة العامة أو الخطة خطة التنمية العامة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وبتهتم المحاسبة الحكومية بتحديد نصيب أو بتحديد نصيب كل قطاع من القطاعات الخاصة في الدولة، أو مساهمة كل قطاعات من قطاعات الدولة في الناتج القومي، وكذلك نصيب كل قطاع من هذه القطاعات في من الدخل القومي للدولة. المحاسبة القومية بيربطها علاقة بالمحاسبة الحكومية. ممكن نحدد هذه العلاقة في ثلاث نقاط. لو جالي مثلا سؤال وقال لي ايه هي العلاقة بين المحاسبة القومية والمحاسبة الحكومية؟ واحد، الموازنة العامة للدولة طبعا بتمثل ترجمة نقدية للخطة العامة للتنمية الاقتصادية. 2، طبعا الحسابات الحكومة او الحكومية بتقوم بعملية التسجيل الفعلي لما تم تنفيذه من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية. 3، بيتم الربط بين الحسابات الحكومية وحسابات الدخل القومي للتعرف على مدى مساهمة الخطة في زيادة الدخل القومي. أعزائي الطلاب، دي كانت أهم النقاط الخاصة بالإطار العام للمحاسبة الحكومية. إن شاء الله مادة أو منهج المحاسبة الحكومية منهج من المناهج المهمة اللي هتستفيدوا بيها بعد ما تتخرجوا إن شاء الله من دبلوم المدارس الثانوية التجارية، اللي بتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله التوفيق والنجاح، وأنه ربنا سبحانه وتعالى يسدد خطاكم وتبذلوا قصارى جهدكم في العام الحالي من عشان ترفعوا من شأن بلدنا العزيزة على قلوبنا كلنا مصر الحبيبة، اللي بنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يحفظها من كل سوء ويسدد على طريق الحق خطاها إن شاء الله. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.